اهلا وسهلا يا باشوات، الاسم نور. العقيد سيف الحديدي. اهلا يا فندم. مقدم هشام مدكور. اهلا بيك يا فندم. تشربوا ايه حضراتكم؟ لا لا لا، مش وقت شرب. احنا مكلفين بمتابعه القضيه وعايز اعرف تفاصيلها اول باول. واضح انها قضيه مهمه بدليل ان حضراتكم مهتمين بيها بنفسكم. ده لسه جاي عنها خبر دلوقتي في التلفزيون. اوعدك ان القضيه دي مش هتطول. مبدئيا التحقيقات انتوا اللي هتعملوها واحنا هنتابعكم. يعني افهم من كده ان الملف مش هروح عندكم؟ لسه مش عارفين. اصل دي مهما كان جريمه قتل عاديه. الحكايه كلها محسن بيه ان المجني عليه امريكاني وسفرته عامله لنا دوشه وقلق حبتين، ما انت فاهم. مفهوم مفهوم. عموما انا تحت امركم في كل طلباتكم. انا عاوز اعرف انتوا لحد دلوقتي وصلتوا لغايه فين وعايزين ننسق الشغل ما بيننا هيمشي ازاي. اكيد يا فندم. بقول لك يا محسن بيه، انتوا استدعيتوا الشهود عشان تحققوا معهم؟ حصل يا فندم، وهنبدا التحقيق دلوقتي. افهم من كده انك شبه طردتيه؟ يعني كنت عايزاني اعمل ايه؟ يعني ادخله عشان يشوف ادم ولا يحس بيه؟ لا يا حبيبتي، بس ما يصحش مهما كان جارنا. نانسي عندها حق يا سيسيل، مش لازم اي حد يعرف اي حاجه عن الموضوع ده الا احنا الثلاثه، والا كلنا هنروح في خطر. ما انا عارفه، هو انا مجنون عشان اقول لاي حد؟ بس عايز الفت نظرك ان اوعي تغلطي بكلمه قدام تريزا ولا بنتها كاترين. هما صحيح جيراننا، لكن الاحتياط واجب. احنا في زمن بقى الاخ بيخون اخوه. طب وبعدين احنا هنعمل ايه دلوقتي في ادم؟ نخبيه في شقه جو لغايه الامور ما تبان وتشوف رايحه على فين. اشمعنى الشقه دي بس؟ اولا لانها بعيده، ثانيا معروف انها شقه جو، وبعدين هي مقفوله ومفيش حد بيروحها. ايوه، ده المكان الوحيد اللي انا هطمن فيه على ادم. طيب خلاص، خلوه يجهز عشان ننزل. غريبة، مين الشاب ده؟ وفين نانسي؟ هي ايه الحكاية؟ شكلهم كده مش على بعضهم. دكتور، يا رب استر يا رب. يا ابني ما تقلقش واطمن، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله، يا رب استر يا رب. امي اتصلت بيا يجي 100 مره وما ردتش، اكيد قلقان عليا جدا. انت بتعمل ايه؟ اقفل الموبايل بتاعك. ليه؟ ليه؟ ممكن يعرفوا مكانك عن طريق القمر الصناعي. اقول لك، يبقى انزل في اقرب تليفون عمومي كلمها مني، ده اسلم حاجه. الو، ايوه يا ام، وحشتيني. انت فين يا ادم؟ ما تقلقيش، انا الحمد لله كويس. انا بكلمك عشان اطمنك عليا. هو انت عملت حاجه يا ابني؟ ولا حاجه يا ام، ولا حاجه. كل الحكايه كان في خناقه في المحل وحب ياخد شهادتي فيها. وهترجع البيت الليله دي ان شاء الله؟ حسب الظروف يا ام. اهم حاجه دلوقتي تدعي لي، ادعي لي ربنا ينجيني، وانا ان شاء الله هكلمك تاني. بس اوعي تقولي لحد ان انا كلمتك. ادعي لي يا ام، ادعي لي. ادم، لا إله إلا الله يا حبيبي. محمد رسول الله. سلام يا حبيبي، سلام. المكالمة دي قلقتني عليه أكتر. المهم ياما إنه عايش وبخير والحمد لله، مش زي ما إحنا كنا فاكرين. الحمد لله يا رب، بس أنا قلبي مش مطمن عليه. يا رب يا رب يجيب العواقب سليمة. قادر يا كريم يا رب. لما لقينا الفيسبا مرمية على الباب ولقينا البيتزا والكاب في مسرح الجريمة، ربطنا على طول إن عامل توصيل الطلبات له دخل بالجريمة. عملت تحريات عنه؟ سألنا جيراني الأمريكاني وأكدوا إنهم فعلا طلبوا أوردر البيتزا لكن ما جالهمش، و
ولما اتصلنا بمحل البيتزا اكدوا لنا ان الاوردر فعلا طلع من عندهم على العنوان ده. طيب ما الموضوع شرح نفسه يا محسن بيه، الواد ده قصتنا. اسمه ايه الواد ده؟ اسمه ادم عبد الحي. ادم عبد الحي؟ كلمني عن احساسك الامني يا شنبي. الواد زي الفل. ها طب يا محسن بيه، احنا هنروح نقابل مساعد الوزير وهنرجع تاني، انت باشا ارتاح حياتك براحتك وما تمشيش الشهود عشان لما نرجع انا وسيف بيه هنبص عليهم. تحت امرك يا فندم. عن اذنك. عامر انت فين يا ابني؟ اتاخرت ليه؟ ده الجلسه خلاص على وشك. معلش معلش علشان المواصلات والزحمه والحاجات دي. المهم مش هوصي. حاضر. انا عايزك تقول انك شفته بعينك دول وهو بيولع في المخزن، والمبلغ اللي اتفقنا عليه هيوصلك بعد الجلسه على طول. تقول انك شفته بعينيك وهو بيولع في المخزن. حاضر. القضية قاعة 2 رول 23 آخر الطرقة. يلا يا وحش ربنا معاك. قاعة 2 رول 23. حضرتك مش جاي معايا ولا ايه؟ لا ما انت عارف انا مش لازم اظهر في الصورة خالص. احضر جلستك وتعالى على المكتب عشان احللك بقك. يلا يا وحش يلا ربنا معاك. العالم باللي فيها يا رب يا رب.